مدرسة الإمام البخاري، نساعدك على تربية أبنائك على منهاج النبوة. محمد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم حبيبي. مبارك. أحسنت. هتعمل إيه في العيد بقى إن شاء الله النهاردة؟ هصلي العيد وأبيع الخروف ووزع اللحمة وزور القرايب. طيب وانا مش هتجيب لي هديه ولا ايه؟ هجيب لكم انتوا الاثنين حبيبي. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، عيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدرسه الامام البخاري، نساعدك على تربيه ابنائك على منهاج النبوه.